حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. حضرة السيدات، حضرة السادة، أهلا ومرحبا بكنا وبكم جميعا. طبعا تنورونا بمتابعتكم لمختلف البرامج بإذاعة الحياة FM على 90.3، وبالتحديد في برنامجكم حضرة الأسياد. يرافقنا الفريق التقني، سي سيف الدين بولعراس مخرج ديجيتال، وسي أحمد مخلوفي مخرج الحصة. نتناول اليوم شخصية مثيرة للجدل في عالم التصوف، انتهت بمسيرة مأساوية إنسانية، حيث صلب وحرق جثمانه وعلق رأسه على باب الكرخ ببغداد. إنه الحلاج الذي شغل الناس بمواقفه وأفكاره التي جعلت من المستشرقين الغربيين والباحثين العرب ما زالوا يبحثون ويسلطون الأضواء ويمحصون ويعيدون قراءة أفكاره وفلسفته وقصائده الصوفية التي أسالت الكثير من الحبر عن كنهها وجوهرها ومعانيها التي بقيت مشفرة إلى الآن. طبعا للغوص في هذه الخفايا باش يرافقنا في الحصة نتاعنا كالعادة ضيوف هم عزاز علينا. نبدأ بالسيد نوردين الغماري، الباحث في التراث المادي واللامادي. اهلا بسي نوردين، مرحبا بك. مرحبا بسي شكري. والشخصيه في حد ذاتها اليوم ثقيله برشا، معناتها ومهمه، اصبحت لا تخص التراث الاسلامي او التاريخ الاسلامي، بل اصبحت شخصيه كونيه عالميه، كما صار مولانا جلال الدين الرومي اللي يعني اصبح مصدر بحوث يعني حتى في الحضاره الغربيه. فانه شخصيه الحلاج كذلك اصبحت في العصر الحاضر شخصية عالمية كونية ما زالت غامضة ولم تبح بأسرارها ومثيرة للجدل شخصية الحلاج. نحن يعني نحاول من خلال هذه الحصة يعني كشف الخفايا وال يعني الأسرار، إن صح التعبير، لهذه الشخصية. كذلك نرحب بصديقنا الأستاذ الجامعي السيد الصحبي الشفرة. مرحبا سي صحبي. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي شكري. تحية لجميع مستمعي قناة إذاعة القيروان الصحة الحياة FM. الحقيقة كما تفضل وذكر نور الدين انه هي مثيرة للجدل، واللي وصل من الآثار والإنتاجات الحلاج هو يسمى ضعيف بالنظر ما أنتجه. يعني خاطر هنا يعني تو مش نحكيه من بعد في الغوص، وقتها نحكيه في اكثر تفاصيل على حياته، والحياه هذه اللي نقولوا ثريه وامتدت في المجال التاريخي والجغرافي، وذي نحكيه عليها خاطر هو حقيقه انسان مازلنا ما اكتشفناش منه برشا حاجات. مرحبا سي صاحبي. كذلك نرحب بالاخ والفنان والمنشد وليد القهواجي. سي وليد مرحبا بك. مرحبا استاذ شكري، تحيه ليك وتحيه لمستمعي صحه حياه FM. باش نتحدثوا على شخصيه سي نور الدين من وزن الفقير، صح التعبير، شخصيه الحلاج، شخصيه متعدده الابعاد، ولازمنا اكثر من حصه. الحلاج المتصوف، الحلاج الفيلسوف، الحلاج يعني شخصية من متعددة الأبعاد، وإن شاء الله نكشفه يعني على برشا أسرار في شخصية الحلاج. مرحبا بك. شنو رأيكم لو نستفتحوا الحصة متاعنا بنغم لمارسيل خليفة، يا نسيم الريح؟ لنا عودة. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. إذن ننطلق على بركة الله بالسؤال الأول أو الطرح الأول، خصائص عصر الحلاج، بماذا يتميز العصر الذي عاش فيه الحلاج؟
من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية الفكرية الشاملة. سي نور الدين كان يعني تحاول باش تجاوبنا على هذا التساؤل. قبل هذا التساؤل لابد من وضع إشكالية الدول في التاريخ الإسلامي. وقت اللي نشوفوا تاريخ الدولة الأموية أو الإمبراطورية الأموية لماذا انهارت بسرعة؟ حيث أن عمرها لم يتجاوز 100 سنة 93. من أهم الأسباب أنه الدولة الأموية لم تشرك الحضارات القديمة والعناصر التي دخلت في الدين الإسلامي الجديد في مفهوم الحكم ومفهوم الثقافة. ما المقصود سي نور الدين؟ ما المقصود؟ ما معنى بناء الدولة الإسلامية من قرية مكة إلى المدينة كمفهوم حضاري ثم تأسيس الدولة ثم الخلافة ثم الدولة الأموية؟ كان هناك إشكال حول معاملة البلدان التي فتحت. كان هناك إشكال كبير مما أدى إلى انهيار الدولة الأموية بسرعة 93 سنة شوية، مع أنها أكثر دولة وقع ففتح أو غزو أراضي جديدة كان في العصر الأموي. ثم سيأتي معناه فما انغلاق لهنا، فما انغلاق نعم. ثم سيأتي العصر العباسي وسينفتح وسيتبنى الثقافات اللي ما شفناهوش، لأن الدولة الأموية ركزت على الحضارة البيزنطية، وكان الحضارة الفارسية القديمة وما تبقى من الحضارة الفارسية كان ملغى. ثم الدولة العباسية يمكن سي نور الدين هنا فما خوف على السلطة. طبعا لأنه راح نشوف فيه، لكن باش نشوفوا ميزة الدولة العباسية في مكوناتها. الدولة العباسية اعتمدت على ركنين: العنصر الفارسي والخراسان ومنطقة الريو والعنصر البيزنطي الروماني الذي سيصبح بعد ما يسمى بالسلاجقة اللي هم الأتراك توا. فعمر الدولة العباسية، لأنه أغلبية علماء الحضارة الإسلامية سواء في الشعر نقول بشار بن برد، نقول أبو نواس، في علوم الطب وإحنا في إذاعة طبية، كبار علماء الطب وظهروا ظهروا في الفترة العباسية. علماء اللغة سيبويه كلها ظهرت. هو أوج الحضارة العربية بصفة عامة يعني في الفترة هذه. لماذا؟ لأنه فسيفساء كانت يعني المجتمع. أحسنت، لأنه يعني شاركوا الناس كل. ثم العصر هذا علاش قلنا احنا كنا مدخل وإطار لفهم، مش تتم أكبر عملية نقلة حضارية اللي هي تأسيس بيت الحكمة، حدث تاريخي عالمي. تأسيس بيت الحكمة ببغداد في عهد المأمون هو حدث عالمي ولا يكاد يخلو مرجع من المراجع العالمية، هل روس ولا كذا، إلا بهذا التاريخ المحدد، تأسيس بيت الحكمة ببغداد، حيث تمت عملية نقل المعارف تاع الحضارة اليونانية والحضارة البيزنطية والحضارة الرومانية بشقيها البيزنطي والرومي والترجمة. هذه عملية النقل هي النقل والترجمة. ثم المعارف الزردشية والمعارف الفارسية والهندية والصينية كلها تمحورت حول بيت الحكمة. هذا حدث أصبحت ثقافة عالمية. هذا هو نأكد عليه، لأنه خطر العصر اللي مش يجي فيه الحلاج قداش؟ القرن التاسع ميلادي، 19، ثم مش يعيش منتصف القرن التاسع ميلادي ثم القرن العاشر. وتو ما بنحبوش نتعمقوا أكثر، تو نفهموا الإشكاليات اللي طرحت في العصر هذاك، بس على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، مشاكل كبرى في إمبراطورية كبيرة جدا. ونعطيك أنا دليل: القيروان والدولة الأغلبية
قبل الدولة الأغلبية ماذا كان يسمى العهد؟ عهد الولاد. وهو أني أبعث لك والي من المشرق ويكون من العنصر العربي. مع مفهوم الدولة العباسية ستعطي لبعض الدول ما يسمى بالحكم الذاتي. والقيروان كانت استفادت بإعادة رؤية هذا كيف سنحكم هذه الشعوب كمركز امبراطورية. هو التاريخ هو التاريخ لا محالة يعني حافل بهذا الكر والفر وال يعني مختلف الأساليب. سي صاحبي كان معناه سؤال هو يعني من نفس السؤال والتساؤل الأول اللي سألناه وطرحناه على الناحية السياسية والاجتماعية. يعني المقصود الحلاج الظروف العائلية يعني الأصل العائلي للحلاج ويعني برو الشخصية كيف يعني امتازت الشخصية أصولها. يعطيك الصحة. إذا كان نرجع للأصول الفارسية للحلاج اللي هو مولود في قرية بلدة البيضاء معناها يعني هو من نفس مدينة ومن نفس البلدة للمفسر البيضاوي معناها هنا فما مرجعية. هو سني المذهب حنبلي لكن في نفس الوقت في شوف يعني باش نتواصل مع حديث نور الدين انه فما الاختلاف السني لكن اصدقائه من الشيعة يعني هنا فما زوز توجهات زوز مذاهب فكرية مختلفة لكن متعايشين مع بعض دون تصادمات لحد الان مش تصادمات. التصادم هو اللي مش يصير من بعد. علاش كما قالت وهنا أهمية الدولة اللي اعطات مساحات من الحرية الفكرية لكن المساحات هذه عم تمشي عمل ضيق فالتضيق بتاعها وضيقها هو اللي مش يخنق وهو اللي مش يكون سبب لطمس اولا الابداع سواء الابداع الفكري او الابداع العلمي اللي مش يكون من بعد. فالمرحلة المفصلية هذه القرن التاسع ثم القرن العاشر هي بدايات النهاية لما يكون كنت تحكي عليه تفضل تحكي عليه بكري انت قلت لي اوج للقوه اللي هو العصر الذهبي. بعد العصر الذهبي شفم كل شيء ماشي نحو الانحدار. علاش لهنا تتخلق صراعات لاسباب اخرى. انت كي تشوف معناها تسمع انه في معناها في سيره الحلاج نقولوا يعني كلمه سيره الحلاج انه كنشر الفكر بتاعه اولا المناطق الفارسيه اصبحت تتكلم العربيه يعني نشر للغه. ثانيا انه كانوا معناها فيهم برشا شوف لهنا شوف شو اهميه الاختلاف. نحن نعرف الامبراطوريه العباسيه اسلاميه لكن مازالوا عندنا ما يزال يدين بالدين زرادشتيه واللي هما لهنا اسلموا بفضل افكار الحلاج. لهنا يعني سي صاحبي سامحني لهنا سي صاحبي نحكي على شخصيه الحلاج. يعني شخصيه الحلاج من ناحيه الاصل نتاعو انه فارسي ولكن فما تنوع في يعني في الاب وفي الجد في يعني في الديانه. هذا هو. هل له علاقه بشخصيه الحلاج؟ فعلا شخصيه الحلاج صحيح هي كانت عندها تميز من ناحيه الاختلاف عن غيره البيئه بتاعه. علاش؟ خاطر راى انه لازم ينطلق لازم يتحرر من السابق او من اي حاجه ممكن تكبله. فهنا التصور والفكر بتاع الحلاج كان ثري واستلهم من سابقيه واستلهم زاد حتى في كيف حتى من النسب خاطر زوجته وكي نحكيو على التاثر بافكار الجنيد ولا تستوري ولا حاجه يعني هنا فما 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 ثراء كبير ياسر راهو وحتى ولو راهو مش كيقولوا تاثر مش تاثر معناها كانه مش يقلد لا صارت اختلافات وصار لهنا فما انه علاقته بالجنيد راهو علاقه طويله ياسر راهو لكن تواصلت صارت فيها همزات يعني فما اختلافات لكن اعطات ثراء فكري واعطات هو الفكر تاع الحلاج اللي قاعدين نشوفوا شويه منه. هذا نقول ديما نقول راه مش قاعدين نشوفوا في الفكر كامل تاعو. يبدو انه الحوار باش يكون ما نحبوش يكون ساخن اكثر لانه بالحق ما نجموش نمر على الجزئيات الكبيرة يعني في حياة الحلاج.
احنا نحبوا يعني نستسمحوا السادة المستمعين ونسمعوا جزء من مجموعة، هي مجموعة من الدكاترة السوريين قاموا بالبحث في قصائد الحلاج واخذوا يعني قصيدة لبيك لبيك يا سري، نسمعها مع بعضنا ونعود بعد هذا الاستماع. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. إذن حضرة السادة والسيدات، ما زالت الحصة متواصلة وهناك طرح ثاني أو سؤال ثاني، والسؤال هذا تقريب يعني بحثوا فيه أغلب يعني علماء العصر هذا، هل أن الحلاج امتداد للمدرسة، مدرسة التصوف الأولى الكلاسيكية، أو يعتبر هو مؤسس مدرسة يعني بعينها، هو مجدد يعني في أي خانة نجمه يعني نحطه الحلاج؟ سؤال موجه لسي نور الدين، وبعد سي صاحبي باش تعطينا وجهة نظرك. قبل هذا شكري، شوف نحب نوضح حاجة اللي هي مهمة برشا. قلنا بعد تأسيس بيت الحكمة والمأمون، الخليفة المأمون كان صراعا فكريا من الطراز الأول حول قضية المعتزلة، حول قضية خلق القرآن، وهذا كان فما ثراه كبير برشا. الإشكال وين مش يبدأ؟ الإشكال باش نشوفوه احنا في زوج شخصيات مرت على مدينة القيروان. شخصية هرثمة ابن أعين، هذا الذي بنى حصن السواحل التونسية، رباط المنستير، وابن البروطة بالكذا، وهو من القادة الجند الكبار في عهد هارون الرشيد. عملية وفاة هارون الرشيد والوصايا الوصية التي تركها بقسم الإمبراطورية إلى اثنين، شطر الأمين وشطر المأمون، وكنا نعرفوا شنو اللي صار بعد هارون الرشيد. دخلت الدولة في حالة فوضى، ثم انتصر من كان عنصره فارسي، لأن المأمون أمه فارسية وزبيدة الأمين أمه عربية قريشية. انتهت المعركة لفايت الفرس. وهذا أثر على التاريخ. نحب نشرح الحكاية هذه، علاش المسار كان صحيح تاريخيا. هذه دي سبقتك في الحضارات صحيح، وتخميرة الفكر البشري سبقوك إليها، لأنهم الفرس وما تبعهم من الصينيين والهنود، هذو الناس لهم ذات حضاري كبير صح. فعرفوا كيفاش يستفيدوا منها. بعد مباشرة حركة المعتزلة بالضبط مش يصير، مش يموت المأمون، ومش يجي تدخل البلاد في فوضى، مش يجي المقتدر بالله والمتوكل. المتوكل مش يعمل أمام هذا الزخم والصراع الفكري الممتاز اللي أثر الفكر الإنساني، مش يخلق نوع من الديكتاتورية الفكرية اللي هي شنية سيصاغ الدين اللي وصلنا احنا. تعرف شو كنت صار؟ المتوكل صاغ قوالب فكرية ثقافية دينية في اتجاه واحد، وكل من يرفض هذا الفكر التهمة حاضرة، الزندقة. هذا يجب ان نفهموه، راهو هذا نحكيه، راهو على حتى تعاود، وحتى في بداية القرن العشرين مفهوم الدولة ومفهومها للمعارضة والفكر والتهمة حاضرة، اعتدي على النظام هكذا. في القديم كانت التهمة الشهيرة لكل من يفكر تهمة الزندقة. ولكن أنا أشوف البداية هذه كريتها اللي عملها المتوكل، الخليفة المتوكل، ثم مش يجي فما أخرى انه الدولة مش تضعف ومش يولي الحكم تحت تأثير الفارسيين مباشرة والسلاجق اللي هما الأتراك، اللي مش يؤدي بانهيار الدولة. دونك فيصبح السلطان اللي كان قبل ما يوصل الى المنصب الا ما يكون قد اثرى
زادوا المعرفي والسياسي مش تصبح الأمور تصفيت حسابات في وسط الدولة وكل من يمشي. خاطر الغريب في الحلاج لماذا لهنا؟ خاطر وقع ثورة كبيرة كتبوا عليها كبيرة جميع المؤرخين، ثورة الزنج. ثورة السنج، ثورة السنج ذي راهي وقعت في عصر الحلاج، وثورة القرامطة وقعت في عصر الحلاج. هو في الاخر شنو الحلاج؟ الحلاج شخصية لماذا فكروا أثار العالم؟ عبارة إنسان توا جاء قال إيجا نعمل مجتمع مدني، إيجا نفتك السلطة. مفهوم السلطة أنه هذا الشخص يسطو على جميع السلطات مرفوضة. هذه هي فكرة الحلاج، فكرة الحلاج. وكأنه أحنا في هذا العصر الحاضر نحكي على الديمقراطية والتعددية والمجتمع المدني، هذا طرحه الحلاج في ذلك العصر. ولكن في ذلك العصر يجب أن تفهم كيف يتعامل الحاكم والمحكوم. نعطيك دليل. الإمام أبي حنيفة النعمان عنده حادثة شهيرة جدا، حكاية زواج أروى القيروانية اللي احنا نفتخروا بيك الصديق، الصديق القيرواني والزواج على الشرط القيرواني صار فيه بالضبط. لأنه كغذيته هي امرأة على فكرة أرملة، أروى امرأة أرملة، وخلال الدعوة بث الدعوة ما زالت الدولة الأموية في دمشق وأبو جعفر المرصور في القيروان يبثون الدعوة العباسية لسرداد الحكم، تزوجته وشرطت عليه شروط معينة بنقولوا احنا بالمصري العصمة في ده. فأبو جعفر المنصور كرجع وجاء دوره أصبح خليفة، نادى الجميع العلماء وكبار الفقهاء حب يطلق أروى، كلهم قالوا له عندك الحق يا يا سيدي، نقولوا احنا يا الحاكم يا سي الخليفة يجوز لك. إلا أبي حنيفة النعمان جادلهم وقال إن الزواج على الشرط القيرواني هو زواج صحيح. صار بعد أبو حنيفة ومات، مات في السجن. لأنه ماذا أبو حنيفة؟ أبو حنيفة كان يدعو كذلك يساند في الثورات ضد السلاطين وجماعة هذه الكل، لأن مفهوم الحكم راهو مهم برشا. خاطر الحكم مش يعني متأثر بالفلسفة، متأثر بالثقافة. ماك عرفت السلطانة تو يجي وقت والتهمة لصقها له حاضرة وحط كما شهدها قلنا هرثمة ابن أعي اللي كذا نفس التهمة وجهت له. راهي فما إشكالية في التاريخ الإسلامي، فكرة إشكالية الفكر القمعي. مهما قيل في الحضارة الإسلامية والإضاحات اللي فيها والأنوار اللي فيها كانت فما إشكالية كبيرة، إشكالية الدكتاتورية في الفكر الإسلامي لدى سوى السلطة السياسية أو السلطة الدينية. به لهنا يجرنا الحديث، هل هذه الظروف يعني وهذا الكواليس التي يعني موجودة في الحكم في فترة الحكم الفترة هذه، هل ساهمت في وعي الحلاج؟ هل ساهمت في بناء فكر الحلاج النضالي؟ هذا هو يعطيك صح. انت هنا استعملت عبارة حديثة ما كانش موجودة في الوقت هذاك. طبعا رانا احنا في القرن التاسع، راه لازم نحطوا ديما الاعتبارنا راه في القرن التاسع. تمرد يعني هو نحن نقولوا تمرد في الوقت هذاك، لكن هما لازم نرجعوا للحلاج. ولهنا يعطيك الصحة على بكري يا سيد نور الدين على انه تأثر بحضارة الشرق، راه عنده رحلة للهند، راهو اطلع على الموروث الفكري عند الهنود، ثم من رجوعه من الهند رجعش للقرية بتاعه، ليه؟ اعتكف في مكة، يعني انتقل، معنى انفتح، شاف العالم، شاف الموروث، وتعلم. يقال انه تعلم حتى السحر، هي رواية من رواية. انه تعلم السحر في الهند، ممكن هو مش مفهوم السحر يعني، قد يكون تعلم يعني بعض الحركات او ممكن تأثرا يعني بموجود في الحضارة الهندية. وشوف معناها كيرجع، وين رجع الى رمز الدين اللي هي مكة. ولهنا بناء مريدين ليه. ولهنا فما حاجة عنصر مهم ياسر، وسمحني سي صاحبي باش نقاطعك. الرحلة للهند انا نشوف الراء عندها خلفية،
لانه هو الوالد نتاعو الديانة نتاعو هي ديانة ذردة شيء. ايوه اي معناها يمكن هو ذهب الى الهند للبحث على مصدر هذه الديانة. اعتقد لا اعتقد مش من مش من جمله يعني مش لا لا الهدف لا لا هو مش 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 من خلال انه البحث في مصدر هذه الديانه خطر هو كرجع ما رجعش باش ينشر الديانه زرتشتي لا هو رجع بالعكس رجع الى رمز الاسلام هو مكه واعتكف فيها ولهنا ولات عنده ما يسمى بالمريدين نتاعو اللي تاثر بالافكار نتاعو لكن هنا فما اختلاف على المتصوفين اللي سبقوه شو اختلاف انه الاخرين كانوا يعلمون هذه الافكار الصوفيه ويكتمونها عكس الحلاج الذي جهر بها وهنا يتصير اول مرحله من مراحل الصدام اولا مع الجنيد كرمز للتصوف ومع السلطه مع في عهد المقتدر بالله ولهنا خاطر كذا اذا عنده الوزير بتاعه حامد بن عباس اللي وصل الروايه للخليفة ويقول له ها فما زنديق ولهنا كما قال نوردينا التهمة جاهزة من نشر هذه مع ظروف استثنائية ظروف سياسية متوترة خصوصا مع ثورة زنوج والتنكيل اللي صار بهم راهو ثورة راهي دموية راهي صارت راهو نهاية معناها هذوما زنوج جابوه من افريقيا جاو في اطار انه استجلبوهم للجزيره العربيه والشرق الكل لكن المعامله نتاعهم كان سيئه جدا وين المعامله عنصرية. في عنصريه جدا خاطر يخدموا في 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 الملح راهم وما عندهم حتى ادنى حق معناها كيفاش تحكي لي انت على دوله اسلاميه ومسلمين وفي نفس الوقت نتعامل معهم بنظره عنصريه لهنا كانت الثوره بتاعهم هما اللي كان القمع بتاعها قمع دموي الى ابعد الحدود وتمت ملاحقتهم حتى الى اوسط الى دواخل الصحراء معناها ابدوهم اللي هي معناها كانت فتره دمويه جدا والحلاج انه بك تفضلت التقديم تاعك انت حكيت على انه تصور شكون تاثر معناها بالكتابات بتاعه انه حتى المستشرقين عندنا كي نحكيو على لويس ماسينيون اللي حكى وعمل الدكتوراه بتاعو معناها في بدايه القرن العشرين شوف معناها 1000 سنه بيناتهم معناها 1000 سنه بعد حادثه اعدام الحلاج نهارتها يوما بيوم عمل الدكتوراه بتاعو في كتاب اسمه الام الحلاج دونك هنا حكى فيه وشنو هي شوف التناقضات هذا لوي ماسينيون هذا فرنساوي اللي هنا عاود اكتشف خاطر هنا شوف راهو كي نشوفوا فرنسا اللي هي ماشيه نحو الفكر الالحادي والفكر اللي يفصل الدين عن السياسه وكذا لوي ماسينيون يعاود يكتشف الفكر الكاثوليكي بتاعه من خلال الحلاج وهذا زاد اثر حتى في كاتب مسرحي فرنساوي ليوبول كلوديل اللي هذا من رموز الكتابات المسرحيه في فرنسا زاد كيف تاثر كي قرا معناها اللي كتبه ماسينيون وتاثر بالحلاج وتاثر به حتى في كتاباته من بعد حتى مثلا في كتابه المسرحيه بتاعه لو سوليد ساتان ولا غيره معناها فما يعني احكي هو طبعا سي صاحبي سي نوردين يعني الحركه الصوفيه موجوده حتى في الديانه المسيحيه اكيد موجوده اكيد دونك ينجم يعني اي باحث يلقى روحه معناها في من خلال يعني تفحصوا لعده منشورات او كتب الى اخره. وسي شكري سمح لي ايوه معك مداخله اي تفضل جبت الحكايه نتاع الدي ان اي والحكايه نتاع نحاول انا نبسط ونلخص اللي قالوا الاستاذ سي نور الدين وسي الصحبي هو الحلاج ولد في وسط العراقيه ثم انتقل الحلاج للعيش مع والده بالعاصمه بغداد هذا مما ذكر يعني في كتب التاريخ ثم انتقل الى مكه هذه الرحلة الأولى واعتكف بالحرم المكي لفترة طويلة ثم انتقل إلى الهند الهند علاش مش الهند للتعرف على فلسفة الهنود لأن أقول لك أنه الحلاج بدأ باحثا هو يعني مسكون بهاجس البحث عن المعرفة وعن الحقيقة حب يتعرف على الديانات الاخرى والعلوم الاخرى من فلسفه وحتى قالوا انه تعلم السحر وتعلم كذا هو انسان باحث هو انسان رحاله للبحث عن المعرفه يعني انسان غير عادي يبحث عن الحقيقه صحيح وانسان سابق عصره
انت كتشوف شعره حتى شعره يعني هو شعر مختلف عن بقية المتصوفين يعني الاخر. كتقول انت مثلا والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وذكرك مقرون بانفاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا الا وانت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رايت خيالا منك في الكاس. هذه مش فلسفه عربيه، فلسفات اخرى ومعارف اخرى. يعني رجل بهذه القيمه يعني شخصيه غير عاديه. فسؤال بكي طرحته على صاحبي وعلى المدير، قلت له انسان بهذا القدر المعرفي لماذا قتل بهذه الطريقه؟ ان هذه السؤال المحير، لماذا قتل الحلاج بهذه الطريقه؟ سنجيبك باذن الله. انا نحبذ السؤال هذايا نجاوبوه في الحصه القادمه. صحيح، نحبذ نخدموا به الحصه القادمه لانه الحلاج باش نعملوا عليه حصتين. نحب نسمعوا الان فاصل موسيقي من اداء احمد الحويلي وهو عراقي، باش يؤدي لنا نص بطبيعه الحال وقصيد للحلاج سكران المحبه. نسمعها ثم نعود. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. إذن سؤال نجمو نسألوه، حكينا فيه شوية، حكى فيه الشيخ وليد القهواجي، هل أن الحلاج كان سابقا لعصره داعيا إلى قيم الإنسانية التي تخدم المجتمع أم أنه كان زنديقا؟ بطبيعة الحال السؤال هذا في السلطة، إذا كان باش تجاوب عليه السلطة بتجاوب إجابة، وإذا كان باش المريدين متاعو باش يجاوبوا إجابة أخرى مغايرة. احنا باش نكونوا لهنا محايدين أكثر ما يمكن. وسي نوردين كانت تفضل تعطينا رأيك معناها من هذا الطرح. رأيي واضح، شوف ليش تو العركة اللي قاعد صاير ما بين المؤسسات الدينية كما الأزهر وبعض الدكاترة اللي هم رقي قراءة معاصرة للقرآن، ما قاعدة صاير عركة عندها سنوات. ومن حسن الحظ أنه احنا لهنا أنه السلطة السياسية امتلكت نوعا من الوعي، خاطر اللي شفناه هذايا كان جات السلطة، خاطر لازم تفهم تركيبة السلطة قبل. السلطة السياسية والسلطة الدينية لاصقة بعضها، ما توأم غير منفصل، وكل من يخالفها تكون عقابه السجن أو الموت أو الصلب. من حسن حظنا احنا في العصر الحديث أنه السلطة السياسية ملكت شوية وعي وفصلت شوية على مفهوم الدين. الحلاج أو مولانا جلال الدين الرومي هو سمحني سي نور الدين لهنا باش ندخل نفتح قوس. لهنا مشكلة كبيرة في العالم العربي، وهي مشكلة العالم العربي، ويعني سبب نجم نقولوا خلينا نقولوا يعني التأخر في قطار الحضارة. نعم، معناها ما خلطناش عليه القطار نتاع الحضارة، أنه الإشكالية هذه أنه بصفة عامة الدولة تمتلك الدين والدولة. صحيح، هذا هو اللي جمد الفكر العربي والفكر الإسلامي. هذه أكبر كارثة صارت في العالم العربي. وأنا أؤيدك في هذا، وقع تجميد العقل البشري في العالم العربي بطريقة خاطئة، بسوء فهم لمفهوم السلطة وسوء فهم لمفهوم الدين. ونعطيك الزود اكبر شخصيات اهتم بها العالم الغربي، راهو مولانا جلال الدين الرومي عملوا عليه هوليود، عملت عليه فيلم فكره مكتسح العالم في جميع الحضارات، هو اتهم بالزندق، اتهموه معاصري وبالزندق. الحلاج اتهم بالزندقه مع انه قد تكون له طموحات سياسيه، الله اعلم، لانه الحلاج ما زالت الناس تبحث. المفكرين والدكاتره قاعدين يسلطوا على الاضواء لحد ان خد شخصيته غير مفهومه. جينا نحكيو على حقوق، نحكيو على حقوق الانسان نلقاو الحلاج موجود فيها. موجود. نحكيو على النظام نلقاو الحلاج، نحكيو على الفكر التقدمي نلقاو الحلاج، نحكيو على البحث حول الحقيقه والمعارف نلقاو الحلاج. هذا التاريخ سوف يفك شفره هذا الشخص
ولكن هو ممل شك فيه أنه يعني خديم للمجتمع طبعا. ولكن هنا فما إشكالية كبرى طرحها الحلاج أنا تعجبني برشا. عكس احنا قبل في البرامج كنا نقدمه في الطرق الصوفية اللي في عصر الحلاج ما فيهاش طرق صوفية. كان التصوف نوع من اللوكس. التصوف يختص بكبار القوم وكبار العلماء وليس في عامة العوام. مع الحلاج ستدلع أزمة كبرى حول مفهوم التصوف وأغراضه في خدمة الحياة الإنسانية. لأنه الكبار الرواد ونزلت التصوف إلى أراد أن يرده إلى الشعب إلى عامة الناس إلى عامة الجنة. وهذه الإشكالية اللي مش الناس كلها ستحارب الحلاج. السلطة السياسية نعم. السلطة الدينية ومن هنا ولهنا هذاك علاش قالوا الكبار المفكرين قالوا التصوف في العالم الإسلامي هو شنو. فما شكون قال اللي هي ثورة ولدت ميتة من الأول ومن أراد أن يحيي هذه الثورة اللي هو الحلاج قتل. ريت الإشكال اللي عملوا معناته وكأنه الحلاج حبي يفهم يا ديراه التصوف ليس اعتزالا عن الناس وعن المجتمع بل هي التصوف وأن تشارك في المجتمع في خدمات المجتمع وتبدي رأيك سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. هذا هو كنه التصوف. ليس مفهوم التصوف الذي أرادوا أن يسوقوه وهي علاقة فردية بين الخالق والمخلوق وانعزل على المجتمع. الحلاج لم يدعو إلى ذلك أبدا. التصور هذا صدم الجميع في ذلك العصر. وهل هل هل يمكن اعتبار يعني هذه الحركة أو هذا النتاج الذي وصل إليه الحلاج نتيجة يعني توجهاته الفكرية هل كان الثمن هل دفع الثمن الباهظ؟ نعم سي صح يعطيك الصحة. فعلا هو دفع الثمن الباهظ خاطر هو راهو فكر إصلاحي وكل فكر إصلاحي هو معروف أنه أي فكر إصلاحي يصطدم ديما بما يسمى بالمحافظين. شكون المحافظين؟ هما كبار الصوفية في الوقت هذاك اللي هما قلت لك أولا كما ذكرت بكري قلنا أنهم كانوا يكتمون تصوفهم هو كانوا يجاهروا به. اثنين كان يتجاوب بين الأسواق يعني بين العامة لهنا انه سكون ابل بالفرنسيه لا فولغاريزاسيون. شنو معنى فولغاريزاسيون؟ هي تبسيط هذه المفاهيم وتقريبها من العامه. قالك ليه كيفاش هذا فكره الخاصه كيفاش تهبطوا انت للعامه؟ فهنا فهو زاد على العداوه الاولى اللي هي عداوه سياسيه زاد عداوه من خلال المحيط به. فلهناش لقى فالفكر الاصلاحي بتاعه هو لقى نفسه في عزله. العزله هذه ممكن خنقته وانتهت بإعدامه لكن ما خنقش الأفكار بتاعه ودليل على ذلك إنها تورثتها المريدين بتاعه هو اللي قاعدوا يحكيوا بها من بعد وبنوا عليها أساطير ممكن وبقيت وبقيت. فشكون اللي بقى؟ هل بقيت الأفكار المحافظين؟ ما بقاوش أفكار المحافظين بالعكس هي بقيت أفكار الإصلاحية اللي نادى بها الحلاج ومش نادى بها فقط هو تصرف بها. معنى هو كقتلي يقول راني أنا مع الإصلاح مع الفكر الجديد هذا مع بعض بالعكس نشفته فاستفدت منه فلقى القبول الحسن وذلك الحاجة الإيجابية اللي عاونته بالكذب. إذن معناها ذهب الحلاج وبقيت أفكاره ويعني هذا هو. إن شاء الله أن الحصة الجاية تكونوا معناها نكملوا الجزء الثاني متاع حصتنا. بطبيعة الحال نصل إلى اختتام هذا الجزء الأول من شخصية الحلاج. متابعي إذاعة حياة FM نترككم الآن مع وصلة صوفية من قصائد الحلاج. ولكن قبل الوصلة هذه نحب الكلمات نسمعها من عند السيد وليد القهواجي قولها لنا. طبعا نشكركم على المتابعة. تصبحون على ألف محبة وهذا شكر القداح يحييكم. متابعة جيدة وإلى اللقاء. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاس.
ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد.